قالوا لي على سلامتك، وكاع الناس اللي سولوا فيا قالت جات في لا فواطور ضرب لي الطوموبيل ودرت اكسيدون تخلعت سيتو الا نقصت من شي واحد بلا ما نقصد كان جو ميكسكو. بونجور لي زامي سافا، نتمنى تكونوا لاباس عليكم احوالكم على خير. كندير هاد لي ستوري ديجا باش نقول لكم ميرسي بوكو كاع الناس اللي سولوا فيا، كاع الميساجات الزوينين اللي وصلوني، كاع الناس اللي قالوا لي على سلامتك. الحمد لله ما وقع والو، غير جات في لا فواطور ماشي مشكل، كلشي كيتصاوب، تفوت غير راسو تجي فاش ما بغات. وبغيت نجاوب او نوضح واحد الحاجه، واخا دابيتود ما كيعجبنيش لا فيريتي ان نبرر ولا ولا زعما نشرح شنو كندير دونك جو في مع لا بيرسون، ولكن هاد المره بغيت نجاوب لان فريمون لقيت بزاف ديال الناس علقوا على لا ستوري اللي درت البارح فاش من بعد فاش حتى من ما وقع لي المشكل في لافواتور وحطيت هاد التصاوب مشيت لوكاسيون دو فواتور عند هشام اللي هو سان ميمو واللي مولفه ديجا كناخذ من عنده وعارفه اشنو كناخذ من عنده كوم فواتور. صوف كو تفاجأت بزاف ديال الناس فاش درت لا ستوري، كنضحك كنقول لكم واش لقيت غير كي اليوم ما لقيتش زعما لا فواطور اللي مولف انا كناخذ، باسكو انا عارفه ملي كنمشي عنده كاين دو فواطور اللي كناخذهم. هادشي ما كيعنيش باسكو وصلوني بزاف ديال لي ميساج من عند بزاف ديال الناس وجاوبت جوستمون باسكو هاد الناس شفت يعني لي ريبونس على لي ستوري اللي قبل ولي ميساج اللي مصيفطي ليا كلهم دي ميساج زوينين، ستاجيغ ناس اللي كيبغيوني مي بتات خيزاتي ديسو باسكو هدرت على كليو كيقولوا لي علاش الناس اللي عندهم كليو، باسكو هاد الناس سورتو البنيوتات سورتو لا بليبار دي في عندهم لا كليو. لي في بالعكس لا كليو سي اون هذيك لا كليو اللي وريتكم سي اون فواتور روبوست ومزيانه وزويونه وما عندي معها حتى شي مشكل بالعكس. اي ما توت بروميير فواتور سيتي اون سي اون اون توت بيتيت فواتور اللي كانت روبوست وكنت كنحمق عليها وعندي معها بتات في كاع لي فواتور اللي دوزت. هذيك لا فواتور النهار اللي بغيت نبيعها بقات فيا قلت لكم هذيك لا فواطور لا سيو نهار بغيت نبيعها بقات فيا باسكو كنت مرتبطه بها ايموسيونيلمون عندي معها بزاف ديال الحوايج اللي هما ايموسيونيل. مانو سي جوست كيسيون دو غو لي غو اي لي كولور نو سي ديسكوت با الاذواق والالوان لا تناقش سي جوست كو انا مولفه كناخذ واحد النوع ديال واحد لي دو فواطور اللي مولفه كناخذهم من عنده ما لقيتهمش وغير بالضحك باسكو ديجا انا داك النهار ما داش عندي زوين وضرب لي الطوموبيل ودرت اكسيدون تخلعت سيتو غير باش انا بحال قلتي كنضحك على راسي برد على راسي وكندير لي ستوري كنضحك معكم. دابيتود راه يمكن انا ما عرفتش راه ماشي دائما كنديروا دي ستوري اللي كيكون عندهم ان كونتوني بافوا كنديروا دي ستوري سون كونتوني غير باش نضحكوا غير باش نبارطاجيو معكم شي حاجه اون ميوزيك اون انيكدوت اون بيتيز بافوا غير باش نضحكوا ماشي ضروري نكونوا سيريو ديما ودائما نهضروا في شي حاجه اللي عندها كونتوني ساشون كو الناس اللي كتعرفوني انا اكثر وحده بتتخ باسكو وصلوني je disais parce que بزاف ديال الناس تيقولوا لي il faut faire attention il y a des ados et tout qui te suivent وهذا non au contraire انا اكثر وحده ديجا دايور كيما شفتوا في لا بروميير سيزون ديال زيرو تابو دائما كنت كنتناول المواضيع اللي جوستمون كت يعني اللي كترتقي بالمجتمع واللي كتكون واللي كاين دي ميساج ا باسي ا ترافير اي تو جوستمون دابا بغيت نهضر لكم من مورا هاد لي ستوري على زيرو تابو باسكو il est de retour ان شاء الله bientôt donc voilà ولا نقصت من شي واحد بلا ما نقصد كان جو ميكسكوز بالعكس انا ما قصدتش و سي جوست كو قلت ما كتعجبنيش ما بغيتش زعما في هذوك لونسومبل ديال لي فواطور اللي كاينين عند هذاك السيد ما بغيتش هذيك لا فواطور سي تو بغيت زعما عندي عندي اون بريفيرونس سي تو سي جوست كيسيون دو غو مي ما نقصت من حتى شي حاجه ومن حتى شي حد و فوالا وصافي ما تبقاوش خاصمين معايا حيت ما كيعجبنيش اللي تخاصم معايا ما كيعجبنيش تخاصم مع الناس اون جينيرال جو فوز انفاس ربي يفتح لي ابواب الخير من بعد ما طمئنت قلبها وليت كلامي على كلامها. انا ما نقولش لكم انه عندكم تسحبوا من هذه الهضره اني انا كنت مسخوط الوالدين لا انا مرضيت الوالدين من صغري الحمد لله لا بابا لا ماما كلهم تيدعوا معي ولكن جاتني واحد الفتره فاش ما كنتش في المغرب ما بقيتش كنسمع ماما وليت بالاحرى كنسمع صحاباتي اكثر ما كنسمع الماما فهمتوني وغلط كبير درته المدة ديال سنة ونص ولا سنتين. من بعدها ربي كشف لي الأمور رجعت عند ميمتي وليت كلامي إلى كلامها وليت طريقي إلى طريقة والحمد لله ربي فتح لي أبوابه تيسرت أموري جات تجارب اللي تعلمت منها ولكن تعلمت منها وأنا معايا قدوة ديالي
هادشي علاش نقول لكم تهلاو في ميماتكم وسمعوا هضرتهم وحاولوا تصاحبوا معاهم. هادي عطيتكم نبذه، يعني عطيتكم الغلط الكبير اللي درتو. هو كنت واحد المده ما بقيتش كنسمع الماما، يعني هذا غلط من الاغلاط. اما الاغلاط الاخرين كلهم تعلمت منهم، كاين شي حاجه دازت في حياتي ما تعلمتش منها، اي حاجه هرساتني وكسراتني خلتني نولي قويه اكثر واكثر، والحمد لله راضيه على راسي في بزاف ديال الحوايج. كنشوف عمر 23 سنه درت بزاف ديال الحوايج، درت بزاف ديال الانجازات، فرحانه الحمد لله. واهم خطوه، اهم حاجه هي ربي هداني، درت حجابي. هذه خطوه كنفتخر بها جدا 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 جدا. الحمد لله ربي كيبغيني فاش مشيت في هذا الطريق. طبعا كاينين شي ناس غيقول لي نهيله وانت حجابك ناقص، انت كديري الميكاب. شوفي واش انا كندير الميكاب نحيد الحجاب اللي كنت ندير الميكاب؟ واش الحجاب كتشوفيها خطوه سهله؟ هي خطوه ماشي سهله للناس اللي ما كانوش دايرينه من قبل وكانوا في وسط شهرة وأضواء وما عرفت شنو، ماشي سهلة. حتى حاجة ما كتجي مرة واحدة، والكمال لله سبحانه وتعالى. المهم درت واحد الخطوة اللي بزاف الناس ممكن بغاو يديروها ولكن مازال ما وصلوش لهذيك القناعة تامة باش يديروها، فأنا الحمد لله فرحانة. هذه حاجة. الحاجة الثانية كنحمد الله أنه ربي عطاني زوج كيهتم فيا، كيبغيني، في با في خويا في رجلي في يعني هذه نعمة من عند الله. وربي عطانا واحد النور، عطانا واحد الكتكوت، الله يتربى في عزنا يا ربي، ويتربى في عزكم وليداتكم، ويكونوا من الأولاد الصالحين يا ربي يا كريم، ويكونوا كيخافوا الله وكيخافوا الله فيكم حتى نتوما ولادنا حتى حنايا. فهذه قصتي خفيفة ظريفة حبيت نشاركها معكم. اللي بغيت نقول لكم تهلاو في والديكم، تهلاو في وليداتكم، رضوا سيدة ربي قبل من إرضاء أي شخص، قبل من إرضاء أي شخص. والله ينور طريقكم يا ربي. كنحفظ عليكم.